عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا يا بنات من الفيديوهات بتاعت رمضان. سنة وانتم طيبين، وبحبكم جدا 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 جدا. أطبق حمام الكريم على أخويا، منه أوريكو هو بيتعمل ازاي صح، ومنه أعمله على أخويا علشان هو متغاظ مني وكده وعريس. أول حاجة لازم تغسلوا شعركم كويس جدا، مش مهم نوع الشامبو اللي انتوا هتستخدموه، بس أهم حاجة انتوا تغسلوا شعركم كويس جدا. ما علينا، اخويا رغاية قاعد بيرغي مع ماما. بعد ما تتاكدي ان شعرك ما فيهوش اي تشابك، تبداي تطبقي حمام الكريم على شعرك. طبعا البنات هتقسمي شعرك لاربعه، وهتبداي تطبقي على كل خصله من الاربعه الحمام كريم. بعد كده هتلفي شعرك بكيس، فممكن كيس عادي جدا تفكيه وترميه. وبعدين هتجيبي فوطة سخنة وتحطيها على الشعر. بعد تقريبا 45 دقيقة أو ساعة، يعني على قد ما تقدروا، هنروح نغسل شعرنا. هنغسله بمية بس لو احنا حابين. لو احنا حاسين ان هو مثلا في شوية حمام كريم لسه ثابتين، ممكن ناخد شوية شامبو ونغسلهم. بس انا لقيت شعره فعلا مش محتاج ان هو يتغسل بشامبو، فكفاية قوي ان احنا نغسله بشوية مية. ودي النتيجة، زي ما انتم شايفين الشعر بيلمع وشكله بقى طري جدا. و بس هسيبكم مع اخويا واللي هو بيعمله والحاجات الغريبة اللي هو بيعملها دي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. وما تنسوش تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس، وما تنسوش كمان تشوفوا الفيديوهات اللي موجودة في الديسكريبشن بوكس والفيديوهات اللي فاتت. بحبكم جدا، والسلام عليكم.